اسماعيل عمور شكله يفكر في الجول. اسماعيل عمور والتسديدة في الجول في الجول في الجول من اسماعيل عمور. الهدف الأول في اللقاء واسماعيل عمور حطها في الجول ولم يفكر كثيرا. الهدف الأول في اللقاء الهدف الأول في اللقاء بقدم اسماعيل عمور في مرمى الحارس داود رديدة. نزار أبو قطفان أحمد كشكش في ضبط الخط الخلفي أحمد كشكش بالخبرة والدراية لمصلحة السموع. حسام أبو عواد والتسديدة والجول جول 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 2-0 2-0. عمل كبير من حسام. العارضة ترفض ولكن إسماعيل في المكان المناسب يكملها في الشباك ويصعبها يعقدها تماما على فريق وادي النيس. الهدف الثاني بهذه الطريقة. حسام كمل ولم وانضم لداخل منطقة الجزاء وسدد كرة ممتازة في القائم. واسماعيل عمور مقشرة تماما كملها في الجول 2-0 2-0 في الشوط الأول. يعني من حال صعب إلى أصعب وادي النيس، من حال صعب إلى حال أصعب. يمكن يحاول يفكر في قطف أول أهداف فريق وادي النيس في المباراة. تغيير المباراة في الشوط الثاني. نزار يا لعيب يا لعيب يا لعيب، ومن أين لك هذا يا بقطفان؟ قطفها وخطفها واتقنها ووداها ورسمها في الجول. نزار بقطفان هدف تقليص الفارق لمصلحة وادي النيس، أخذها على عاتقه وعلى قد الحمل على قد التحدي. نزار بقطفان يسجل واحد من أجمل أهداف